المهم هنا قصة كتب هذه القصة في كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، كتبت هنا. وهذه القصة أن أعرابيا صاد سنورا فلم يعرفه، أي ما عرف أنها ظهر، ظن أنه صيد مبارك وأنه صيد دسم. القصة تقول: فتلقاه رجل فقال للأعرابي: ما هذا السنور؟ وتلقاه آخر فقال له: ما هذا الهر؟ فتلقاه ثالث فقال له: ما هذا القط؟ فتلقاه رابع فقال له: ما هذا الضيون؟ فلما سمع كلامهم عن أسماء الهر، أسماء الهر الكثيرة، قال الأعرابي: سأحمله وأذهب به إلى السوق لعل الله أن يجعل لي منه يسرا، لعل الله أن يجعل لي منه يسرا. فدخل به السوق فجاءه رجل قال له: بكم الهر؟ قال: بمئة. قال: بمئة. قال: ما يساوي نصف درهم. قال: ما يساوي نصف درهم. فسمع الأعرابي فرمى بالهر وقال: لعنه الله، ما أكثر أسماءه وما أقل ثمنه.